بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم إخوتي الطلاب في درسنا لهذا اليوم بعنوان المادة المحددة للتفاعل، وهذا الجزء الأول من الدرس. فهذا الدرس من ضمن دروس كيمياء الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني. محدثكم أخوكم نوح العواد، فأهلا وسهلا بكم. سوف نتعلم في هذا اليوم كيف نستطيع أن نحدد المادة المحددة للتفاعل في المعادلة الكيميائية. فلكل تفاعل كيميائي مادة تحدد التفاعل، وسوف نتعرف على ماذا تعني لنا المادة المحددة للتفاعل. كذلك سوف نقوم بحساب المادة المتفاعلة الفائضة، أي كمية المادة المتبقية أو المادة الفائضة من المواد المتفاعلة. وكذلك سوف نقوم بحساب كمية المادة المتبقية من الفائض عند انتهاء التفاعل، كما سوف نقوم بحساب كتلة الناتج عندما تعطى كتلا لأكثر من مادة متفاعلة. طيب، لو لاحظنا هاتين الصورتين، متى يتوقف التفاعل؟ لو قلنا في الصورتين التاليتين، هنا بداية التفاعل وهنا في فترة متقدمة من التفاعل، متى سوف يتوقف التفاعل؟ هل التفاعل يعتبر تفاعل مستمر أم يتوقف عند لحظة معينة؟ بالطبع سوف يتوقف التفاعل عند لحظة معينة، ولكن ما هذه اللحظة؟ هذه اللحظة هي بمجرد انتهاء كمية أحد المادتين، فعندما تنتهي أحد المادتين سوف يتوقف التفاعل ولن تتكون لنا مادة من الراسب الأصفر مع مرور الزمن. إذن هل يتأثر التفاعل عند انتهاء أحد المواد المتفاعلة ولماذا؟ طبعا في حال انتهت أحد المواد سوف يتوقف التفاعل، والسبب في ذلك لنفاد كمية هذه المادة. سؤال أيضا، لماذا تتوقف التفاعلات الكيميائية؟ لو لاحظنا على اليسار لدينا المواد المتفاعلة، وعلى اليمين مواد جديدة تسمى بالمواد الناتجة، فمتى يتوقف التفاعل الكيميائي؟ تتوقف عادة التفاعلات الكيميائية عند استنفاد أحد المواد المتفاعلة أو جميعها. بمعنى عندنا مادتين متفاعلتين، هذه مادة وهذه مادة، إما تنتهي أحد هاتين المادتين يعني تنتهي كميتها فيتوقف التفاعل، أو تنتهي كمية جميع المواد المتفاعلة وتتحول جميعها إلى نواتج، فعندئذ يتوقف التفاعل. طيب، على ماذا تعتمد كمية المواد الناتجة؟ على ماذا تعتمد كمية المواد الناتجة؟ تعتمد كمية المادة الناتجة على المادة المحددة للتفاعل. بمعنى لو أخذنا كمية من مادة معينة، كمية بسيطة من مادة معينة، وأخذنا كمية كبيرة جدا من المادة الأخرى، فكمية الناتج سوف تعتمد على الكمية البسيطة. بمعنى بمجرد أن تنتهي هذه الكمية البسيطة فلن ينتج لنا أي مادة جديدة بسبب نفاد أحد المواد المتفاعلة، وبالتالي تسمى هذه المادة بالمادة المحددة للتفاعل. فمثلا لدينا هذا الجزء يتحول، أو نجد هذا الجزء أيضا في النواتج، فهذا يعني أن هذا الجزء هو مادة فائضة لم تستهلك جميعها لتكوين النواتج. أما بالنسبة لهذا الجزء أيضا هو موجود ككمية في المواد الناتجة، وأيضا يعتبر كمادة فائضة. المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة نستطيع تفصيلها من خلال هذا الرسم.
فمثلا لدينا المجموعة الأساسية من هذه الأدوات المتوفرة. سوف نقسم هذه الأدوات إلى مجموعات صغيرة، بحيث كل مجموعة سوف تضم مفكين، وسوف تضم كماشة، وسوف تضم مطرقة. وبالتالي كل مجموعة من المجاميع التي سوف نستخدمها سوف تضم مفكين، يعني عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نستطيع عمل 5 مجموعات من خلال المفكات، ولدينا هنا 1 2 3 4 5، وأيضا عندنا 5 مواد من الكماشات، وكل مجموعة تحتوي على مطرقة واحدة، فعندنا 1 2 3 4، يعني لدينا 4 مجموعات تضم فقط المطرقة. وبالتالي سوف نأخذ 4 مطارق مع 4 كماشات، فتتبقى لدينا كماشة واحدة، وبالتالي سوف تكون لدينا كماشة واحدة. وبالتالي كل مجموعة أيضا تحتوي على مفكين، وبالتالي هذه مجموعة، مجموعتين، 3 مجاميع، 4 مجاميع بالنسبة ل4 مطارق، فيبقى لدينا أو يتبقى لدينا مفكين، فتصبح لدينا كماشة ومفكين كمواد زائدة لم تستخدم في تكوين المجاميع الأربع، وبالتالي تسمى هذه المواد بالمواد الفائضة. إذا ما هي المادة المحددة للتفاعل؟ هي التي تحدد سير التفاعل وكمية المادة الناتجة. فما المقصود بسير التفاعل؟ يقصد بسير التفاعل عبارة عن إيش؟ يقصد بسير التفاعل بأنه هل التفاعل مستمر أم توقف التفاعل؟ طيب، ما هي المواد المتفاعلة الفائضة؟ ما المواد المتفاعلة الفائضة؟ هي كميات من المواد المتفاعلة الأخرى، أي المواد الزيادة، أي المواد المتبقية بعد توقف التفاعل. فأي مادة لم تستهلك أثناء التفاعل الكيميائي فتوقف التفاعل، فكمية هذه المادة تسمى بالمادة الفائضة. طيب، سؤال آخر، ما هي المواد المتفاعلة الفائضة؟ تعتبر المواد المتفاعلة الفائضة هي كمية من المواد المتفاعلة الأخرى الزيادة بعد توقف التفاعل. بمعنى لو أخذنا هذا المثال، لدينا 3 جزيئات من النيتروجين، ولدينا 3 جزيئات أيضا مماثلة لها من الهيدروجين. فعندما يتفاعل الهيدروجين مع النيتروجين يتكون لنا مكون أساسي وهو النشادر، وهو NH3. فعندما تتفاعل 3 جزيئات من النيتروجين مع 3 جزيئات من الهيدروجين يتكون لنا 2 جزيئات فقط من NH3. وش السبب؟ السبب في ذلك أن كل 2 جزيئات أو كل جزيء من جزيئات الـ NH3 يحتوي على 3 ذرات هيدروجين، وإحنا عندنا في المتفاعلات 3 في 2، يعني عندنا 6 ذرات هيدروجين. بمعنى لما يتكون لدينا 2 جزيئات من NH3 يعني فيها 6 ذرات هيدروجين. طيب، هل أيضا تحتوي على 6 ذرات نيتروجين؟ لا، عندنا 2 جزيئات، كل جزيء يحتوي فقط على ذرة نيتروجين واحدة، وبالتالي سوف نستهلك فقط 1 جزيء من جزيئات النيتروجين. فلذلك نجد أيضا في المواد الناتجة 2 جزيئات من جزيئات النيتروجين، وهذا يعني أن جزيئات النيتروجين هي المادة الفائضة، والهيدروجين هي المادة المحددة للتفاعل. ليش قلنا النيتروجين مادة فائضة والهيدروجين قلنا مادة محددة للتفاعل؟ لأن الهيدروجين تم استهلاكه بشكل تام، أما النيتروجين فتم استهلاك جزء منه وتبقى جزء آخر لم يحدث له التفاعل. إذن هذه هي المادة الفائضة. سؤال، تطبيق للكلام النظري السابق، إذا كان لديك التفاعل التالي، يتفاعل الكبريت مع الكلور
لتكوين كلوريد الكبريت. طبعا المعادلة موزونة، لأن هنا 8 ذرات كبريت، وهنا 4 في 2 8، هنا عندنا 4 في 2 8 كلور أيضا، وهنا 4 في 2 برضو 8 كلور. فالمعادلة موزونة ونستطيع إجراء حساباتنا عليها. الفقرة الأولى، ما مقدار ثنائي كلوريد ثنائي الكبريت الناتج، يعني هذا المركب كم مقداره متى؟ عند تفاعل 200 جرام من مصهور الكبريت و100 جرام من غاز الكلور. وش فكرة السؤال؟ فكرة السؤال كم كمية هذه المادة إذا تفاعلت 200 جرام من الكبريت و100 جرام من الكلور؟ كيف يتم حل هذا السؤال؟ طبعا حنا عارفين أن أي معادلة لا توجد فيها جرامات، ففكرة السؤال الأولى أن نحول هذه الجرامات إلى مولات. بعد ما نحول الجرامات إلى مولات، حناخذ مولات المادة الأولى ونقسمها على المولات المحسوبة، وحناخذ مولات المادة الثانية وبرضو حنقسمها على المولات المحسوبة، فحنجد أيهما أصغر وأيهما أكبر. فالقيمة الأصغر تكون هي المادة التي تستهلك بشكل تام، بمعنى تكون المادة المحددة للتفاعل، أما القيمة الأكبر فهي المادة الفائضة. نبدأ أولا حساب المادة المحددة للتفاعل من خلال مولات المواد المتفاعلة، بمعنى سوف يتم تحويل 200 جرام إلى مولات وال100 جرام أيضا إلى مولات. فعندنا في المعادلة 1 مول كبريت مع 4 مول كلور لينتج 4 مول ثنائي كلوريد ثنائي الكبريت، وبالتالي عندنا 200 جرام كبريت و100 جرام كلور، فحنحول مولات 200 جرام أولا إلى مولات، فحنستخدم هذه العلاقة بنقول عدد مولات أي مادة تساوي كتلتها على كتلتها المولية، وبالتالي كتلة الكبريت 200 جرام حنقسمها على الكتلة المولية للكبريت. نحسب الكتلة المولية أولا، حنضرب الكتلة الذرية للكبريت في 8 ذرات كبريت، فحنقول 8 ضرب 32.65 من 1000 تكون قيمة الكتلة المولية للكبريت 256.52 جرام لكل مول. إذا حنقسم 200 على 256، إذا مولات الكبريت تساوي 1 مول كبريت مضروب في كتلته، كتلة المادة بالجرام اللي هي 200 جرام، وحنقسمها على 256 جرام، فحنحصل على 7797 من 10,000 مول. فبالتالي بداية حنقسم 1 على هذه القيمة ونحصل على قيمة معينة، من ثم أيضا سوف يتم تحويل 100 جرام إلى مولات بنفس الطريقة. إذا الخطوة الثانية حنحول 100 جرام للكلور إلى مولات، فبالتالي نحتاج الكتلة المولية للكلور، فبنقول ذرتين كلور حنضربها في 35.453 من 1000 لتكون الكتلة المولية له تساوي 70.10. حنستخدم نفس العلاقة، عدد مولات أي مادة تساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية، وبالتالي حنحسب عدد مولات الكلور، فبنقول 100 أو 4 مول مثل ما هو موجود في المعادلة تضرب في 100 وتقسم على 70.9، فحنحصل على 1.41 من 100 مول للكلور. الخطوة الثانية بعد الحصول على عدد المولات بقسمة الناتج على معاملات المواد المتفاعلة، يعني حنستخدم المولات الموجودة عندنا اللي حسبناها ونقسم المعاملات أو المولات الموجودة في المعادلة على القيم المحسوبة. فحنحسب مولات الكبريت أولا، حنقسم 7797 على 1، وحنقسم 1.41 على 4 لنحصل على نسبتين. الآن عندنا نسبة مولات الكلور
ثلاثة خمس أو 0.35255، ومولات الكبريت 0.7797. أي القيمتين أكبر؟ نلاحظ أن هذه القيمة أكبر، بمعنى أن هذه القيمة سوف تكون مادة فائضة، وبما أن هذه القيمة أصغر فتعتبر هذه القيمة مادة مستهلكة بشكل تام، وبالتالي تعتبر المادة المحددة للتفاعل. إذا المادة المحددة للتفاعل هي الأقل، ويعتبر غاز الكلور هو المادة المحددة للتفاعل. نستفيد من المادة المحددة للتفاعل في إيش؟ في تحديد كتلة الناتج، بمعنى أن كتلة الناتج تعتمد على كتلة المادة المحددة للتفاعل، فكتلة المادة المحددة للتفاعل سوف تتحول جميعها إلى نواتج، أما المادة الأخرى فسوف يستهلك منها جزء لتكوين النواتج ويتبقى منها جزء آخر. فلذلك حساب كمية الناتج المتكون، هنحتاج برضو المعادلة، ونحتاج العلاقات المولية بين المادة المحددة للتفاعل والمادة الناتجة. فعندنا 1.41 مول كلور حينتج لنا قيمة مجهولة، نضرب طرفين في وسطين حتى نحسب مقدار عدد المولات الناتجة من هذه المادة. قيمة الإكس حتنقول 1.41 × 4 مقسومة على 4، وبالتالي قيمة الإكس سوف تساوي 1.41 مول من هذه المادة. طيب بعدها حنحول مولات هذه المادة إلى جرامات، فحنقول كتلة المادة بالجرام تساوي عدد المولات في الكتلة المولية. عدد المولات موجودة عندنا، نحتاج نحسب الكتلة المولية لهذا المركب، وبالتالي الكتلة المولية لهذا المركب تساوي 135، نضربها في عدد المولات المحسوبة فنحصل على كمية المادة الناتجة بوحدة الجرام، بمعنى ينتج عندما تتفاعل 200 جرام مع 100 جرام ينتج منها تكون 190.35 جرام من ثنائي كلوريد ثنائي الكبريت. طيب سؤال آخر أو بنفس السؤال ولكن فقرة أخرى، حساب كمية المادة المتفاعلة، بمعنى المادة الداخلة في التفاعل. هنحتاج للعلاقات المولية كما في المعادلة، هنحتاج مولات المادة المحددة للتفاعل، وكم تم استهلاكه من الكبريت، وبالتالي الكبريت استهلكنا جزء منه، كم هذا الجزء؟ نعبر عن هذا الجزء بX، نضرب أيضا طرفين في وسطين لحساب المواد المتفاعلة، فحنقول قيمة الإكس تساوي، حنضرب 1.4 × 1 وحنقسمها على 4، فحنحصل على قيمة الإكس والتي تساوي 0.3525 مول من الكبريت، بمعنى تم استهلاك هذه الكمية من الكمية الكلية. بعدها حنقول أن كتلة الكبريت المتفاعلة حتساوي عدد المولات مضروبة في الكتلة المولية، إذن كتلة الكبريت المتفاعلة تساوي عدد مولات المادة المتفاعلة اللي حسبناها، وحنضربها في الكتلة المولية واللي حسبناها بداية حل السؤال، فحنقول عدد المولات 0.3525 مضروبة في 265.5، حينتج لدينا 93.588 جرام من الكبريت، بمعنى أن هذه الكمية هي الكمية المستهلكة من 200 جرام. بعدها حنحسب كمية المادة الفائضة، كمية المادة المتبقية من 200 جرام. فعشان نحسبها حتكون عندنا العلاقة التالية، أن الكمية الفائضة تساوي كتلة المادة الكلية، الكتلة الأصلية الموجودة في بداية التفاعل، مطروح منها كتلة المادة المتفاعلة يعني الكتلة المستهلكة أثناء التفاعل، فحنطرح 200، حنطرح من 200 جرام
مقدار الكمية المستهلكة وهي 93.588 جرام. فيصبح كمية المادة الفائضة أو أي الكمية المتبقية من الكبريت تساوي 106.4 جرام. ختاما نأتي إلى هذه الأسئلة: تتوقف التفاعلات الكيميائية عند استنفاد أحد المواد المتفاعلة، استنفاد أحد المواد الناتجة أو جميعها، استنفاد أحد المواد الناتجة، استنفاد إحدى المواد المتفاعلة أو جميعها. ما الخيار الصحيح؟ ما الخيار الصحيح فيما يلي؟ لدينا خيارين صحيحين: إما استنفاد أحد المواد المتفاعلة أو استنفاد إحدى المواد المتفاعلة أو جميعها. وبالتالي في اختبارات التحصيل عادة واختبار القياس تأتي مثل هذه الأسئلة، حيكون عندك إجابتين صحيحتين ولكن إحداهما أصح، وبالتالي حتختار الإجابة الأصح وهي الخيار الأخير، لأنه يحوي استنفاد إحدى المواد المتفاعلة أو جميعها، وبالتالي هو شامل للخيار الأول وبالتالي هو الخيار الصح. سؤال آخر: تعتمد كمية المواد الناتجة على كمية المادة الفائضة من التفاعل أم كمية المادة المحددة للتفاعل أم كمية المادة الناتجة من التفاعل أم إحدى المواد المتفاعلة؟ على ماذا تعتمد كمية المواد الناتجة؟ احنا قلنا أن كمية المواد الناتجة تعتمد على المادة التي تنتهي من التفاعل وتسمى بالمادة المحددة للتفاعل. طيب، حدد المادة المحددة للتفاعل من خلال المعادلة الموجودة أمامنا. عندنا 3 جزيئات نيتروجين و3 جزيئات هيدروجين، كونت لنا جزيئين نشادر وجزيئين نيتروجين. إذا عندما يتحد 3 جزيئات نيتروجين مع 3 جزيئات هيدروجين يتكون لنا نشادر وجزيئين من النيتروجين. بمعنى لو جينا لهذه المادة حنجد عندنا نيتروجين واحد، ذرة واحدة في الجزيء مضروبة في 2، يعني عندنا ذرتين، وهنا في المتفاعلات عندنا 6، فحنستهلك 2، يعني حنستهلك جزيء واحد فقط، جزيء واحد حيستهلك جزيء واحد، وبالتالي ليتفاعل مع، هنا عندنا 3 في 2 6 ذرات، وهنا برضو 6 ذرات، يعني حنستهلك 3 الجزيئات ليتكون لنا جزيئين من الأمونيا وجزيئين من النيتروجين، وبالتالي جزيئات النيتروجين هذه تعتبر مادة فائضة، يعني غير متفاعلة، وبالتالي المادة المحددة للتفاعل تصبح الهيدروجين. إذا هذه المادة هي المادة المحددة للتفاعل، إذا هذه المادة هي المحددة للتفاعل. طيب، تعلمنا هذا اليوم المادة المحددة للتفاعل، وقلنا المادة المحددة للتفاعل يقصد فيها هي المادة التي تتوقف عندها التفاعلات الكيميائية بنفاذ هذه المادة، وبالتالي تتوقف التفاعلات الكيميائية عند استنفاد أحد المواد المتفاعلة أو جميعها، وتعتمد كمية المواد الناتجة على كمية المادة المحددة للتفاعل وليس جميع المواد المتفاعلة. ولحساب كتلة المادة الفائضة استخدمنا أولاً هذا القانون لتحويل الكتل إلى مولات، ومن ثم استخدمنا هذه العلاقة فقلنا الكمية الفائضة تساوي كتلة المادة الكلية، المادة المعطاة أثناء إجراء التفاعل مطروح منها كمية المادة المتفاعلة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، أفضل الصلاة وأتم التسليم.